السلام عليكم ومرحبا بنا عندكم أو مرحبا بكم عندنا. الدرس ديال اليوم غيكون حول المستقيم وأجزاؤه. نعم، المستقيم وأجزاؤه، واللي غنهضرو فيه على الأشياء التالية. غنهضرو على شنو هو المستقيم، نظرة الأوضاع، أوضاع مستقيمين في المستوى، بعد وآخر نقطة نظرة مفهوم القطعة. إذن النقطة الأولى، مستقيم ومجموعة من النقاط مرتبطة بيناتها، ومجموعة من النقاط مرتبطة بيناتها. مثلا هذا مستقيم دي كرمزو له بهذا الشكل، غير محدود، يعني غير محدود، يعني يمكن له يتجبد. غير محدود، مستقيم آخر دلتا قد يكون بهذا الشكل، دي ان مثلا قد يكون على هذا الشكل، مستقيم دي دو. دونك هو مجموعة من النقط مرتبطة بيناتها على الأقل نقطتان، لهذا كتجي خاصية الأولى. إذا كان عندك جوج نقط أ و بي، هاد جوج نقط ما يقدش يدوز منهم الا مستقيم واحد. اذا ما بين او بي كيكون غير مستقيم واحد. يلا هنا ما نقدوش نرسمو ما بين او بي شي حاجه غير مستقيم، كنا نرسمو هكا، ولكن هذا ليس بمستقيم. واحد الملاحظة، إلا كانت عندنا نقطة واحدة مثلا نقطة سي، وسولتكم شحال تقدو ترسمو مستقيم كيدوز من نقطة سي، كاين اللي غيشدو غيرسمو على هاد الشكل، ده مستقيم. كاين اللي غيقولك ارسمو على هاد الشكل، ده مستقيم. كاين اللي غيرسمو على هاد الشكل، ده مستقيم. هكذا ده مستقيم، هذا مستقيم. إذا خاصية من نقطة واحدة، من نقطة واحدة وحدة تمر عدة مستقيمات. دونك من نقطة واحدة نقدر نرسمو بزاف ديال المستقيمات. الثالثة، هي على النقط المستقيمية، تكون نقط مستقيمية إذا كانت تنتمي إلى نفس المستقيم. مثلا عندنا مستقيم، سمحوا لي عندي مع الرسم بزاف، مستقيم، مستقيم لهنا النقطة أ، هنا النقطة بي، هنا النقطة سي. إذن هذا مستقيم دي كرمزو بهذه الطريقة بين قوسين، يعني غير محدود. إذن أ و بي و سي تنتمي إلى مستقيم دي. إذن أ و بي و سي نقط مستقيمية. نجد سدات هنا النقطة ام، عندي نقطة. واش او بي و ام مستقيمية؟ واش مستقيمية ماشي مستقيمية؟ طبيعة الحال ماشي مستقيمية. علاش؟ حيت النقطة ام ما كتنتميش للمستقيم دي. بي و سي و ام مستقيمية؟ لا، حيت ام ما كتنتميش للمستقيم. دونك من بعد ما شفنا شنو هو المستقيم، و هضرنا على الخاصيات بجوج، وشفنا النقط
تعريف النقاط المستقيمية، ندوزو للأوضاع النسبية مستقيمين. هنا لكن عندنا جوج مستقيمين، شنو العلاقة بيناتهم؟ بمعنى عندي مستقيم أ، عندي مستقيم دي، وعندي مستقيم دي واحد، وعندي مستقيم دي ثلاثة. بغيت نعرف أنا العلاقة بيناتهم، مثلا شنو العلاقة ما بين تي ان تي دو، واش كيتقاطعو في شي نقطة، واش ما كيتقاطعوش، طبيعة التقاطع بيناتهم شنو هو. لهاد الحالة كنهضرو على أربعة ديال الأوضاع. تقاطع يعني مستقيمان متقاطعان، مثلا عندي دي دي ان وعندي دي دو. شنو معنى مستقيمان متقاطعان؟ هما عندهم مثلا ام نقطة مشتركة بيناتهم، كنقولوا دي ان و دي دو متقاطعان. الحالة الثانية انطباق. الانطباق عندي مستقيم على مستقيم، عندي تي دي مستقيم آخر اللي هو ك، عندي هنا أ، عندي هنا بي، عندي هنا سي. إذن كنقولوا أن إذا كان عندي مستقيمان عندهم أكثر من نقطة مشتركة، يعني عندهم جوج ثلاثة الفوق، يعني جوج للفوق على الأقل تكون عندهم جوج نقط مشتركة، كنقول على المستقيمان أنهما منطبقان. تي وك منطبقان، دونك تي وك مستقيمان منطبقان، لأن عندهم أكثر من جوج الفوق نقط مشتركة، يعني اللي كانت نقطة واحدة كيتسمى متقاطعان، كانوا من جوج الفوق كيتسموا منطبقان. الوضع الثالث هو التوازي. التوازي دان ال هناك ده المستقيم ال المستقيم ك، دونك مستقيمان متوازيان هما اللي ما كيشتركوش نفس النقطة. ده المستقيمان المتوازيان هما كيشتركان، يعطوك نديرو ك توازي ال او دي و ال وك متوازيان، وكنرمزو لها ان ال توازي ك. هذا الرمز ممكن نستعملوه فعوض ما نكتبو توازي، كنديرو هذا الرمز. هذا بالنسبة للتوازي، ولا عطيتكم هذا المثال هذا البسيط، مستقيم دلتا، تسمية من التسميات، نسمي ألف باء اللي بغيت، والمستقيم دلتا واحد. وسولتكم على طبيعة هذا المستقيم، اش غتقولوا لي؟ إذا هما لا يشتركان في أي نقطة، إذا فهم متوازيين. لا، هادو ليس متوازيين. ما ننساوش أن المستقيم غير محدود، إذا إلا جبتنا هذا، جبتنا هذا وجبدنا دلتا، كنلقاو انهم متقاطعين في واحد النقطة ان. اذا المستقيمان راهما متقاطعان وليس متوازيان، بلا في كيبان انهم لا يشتركان في اي نقطة، ولكن حيث المستقيم غير محدود يعني يمكن لي نطول دونك يبان ان هما متقاطعان وليس متوازيين. يعني
تدي هذا دي ا مثلا كنقولوا عندنا مستقيمان دي ا و دي دو متعامدين اذا كانوا كيكونوا لي زاوية قائمة، يعني زاوية تساوي 90 درجة. هذا كنكتبو دي عمودي على دي ان، او لتبسيط الكتابة كنكتبو دي نستعملو هذا الرمز عمودي على دي والعكس. لاحظتوا معايا المستقيمان المتعامدان فهما متقاطعان، إذن أي مستقيمان متعامدان فهما متقاطعان لأنهما كيشتركوا في نقطة واحدة. إذا كان هذا التقاطع ديالهم كيعطينا زاوية 90 درجة فكنقول عليهم أنهما متعامدان. غير باش نقارنو بين القضية ديال مستقيمان متعامدان ومتقاطعان. من بعد نشوفو نصف مستقيم، إذا عندنا واحد المستقيم دي عندنا واحد النقطة أ والنقطة بي، إذا نصف مستقيم إذا اختينا هذا الجزء هذا اللي محدود من جهة A ما محدودش من جهة B، كنقولوا أن هاد لابارتي كنسميوها نصف مستقيم. شنو معنى نصف مستقيم؟ هي جزء من المستقيم محدود من جهة وغير محدود من الجهة الأخرى، كنرمزو له ب أ بي، دونك محدود من جهة أ وغير محدود من جهة بي، يسمى نصف مستقيم. مستقيم كنسميوه نصف مستقيم أصله أ ويمر من ب، هذا هو التعريف ديال التعبير هذا. إذا هو نصف مستقيم أصله البلاصة اللي مسدودة أ، يعني مسدود من أ ويمر من نقطة ب، المستقيم. ودي في هذه الحالة ودي يسمى حامل نصف مستقيم، يعني هو اللي هزو الحامل ديالو. هذا هو المصطلحات اللي غنشوفهم في التمارين شوية بشوية. إذا النقطة يمر هادي هو المسقط العمودي. شنو هو المسقط العمودي؟ عندنا مستقيم دي وعندنا نقطة أو. إلى المسقط العمودي للنقطة أو على دي، دونك مسقط عمودي. إذا كنرسمو مستقيم من النقطة أو واللي كيكون زاوية ديال 90 درجة مع المستقيم دي. النقطة ديال التقاطع سميوها اش، هي المسقط العمودي للنقطة او على دي. اش تسمى المسقط العمودي للنقطة أو، نقطة أو على المستقيم دي. مثلا عندنا المستقيم
كان قال لك ارسم، وعندك انه عندك واحد النقطة E، عندك واحد النقطة M هنا. قال لك ارسم النقطة H، النقطة P للمسقط العمودي للنقطة M على مستقيم ك. اش كندير؟ كنجيب مسطرة وكنرسم خط متعامد على هنا اللي كيساوي زاوية سميتو. اذا النقطة ديال التقاطع هي كما قلنا هي بي. اذا بي هي مسقط عمودي ل ام على ك. بعد ما هضرنا على المستقيم وخاصية المستقيم، نشوفو النقطة التالية واللي هي القطعة ومفهوم القطعة. إذا كما شفنا، المستقيم هو مجموعة من النقط مرتبطة بيناتها غير محدودة. النقط A تنال B C و D غير محدودة. القطعة هي جزء من المستقيم محدود. إذا مثلا A و B يكونان قطعة، A و B يكونان قطعة محدودة، B و C كذلك يكونان قطعة. إذا B و C قطعة، و A و B قطعة. الفرق ما بين القطعة والمستقيم أن المستقيم غير محدود، أما القطعة فهي محدودة بنقطتين. نرسخ هذه في دماغنا. القطعة والمستقيم كيكون فيه بزاف ديال القطع. هنا في هذه الحالة A و B كيتسماو طرفي القطعة A و B. إذن A و B يسمى طرفي القطعة A و B. كذلك سي دي، غندير سي دي، دونك سي دي سي و دي تهما يسمايا طرفي القطعة سي و دي. بعد باش نشوفو نقطة منتصف القطعة، عندنا A و عندنا B. عندنا A B اللي هي قطعة طرفيها A و B. نشوفو منتصف القطعة. منتصف القطعة هي نقطة كتنتمي للقطعة واللي كتقسم القطعة على جوج. إذا نقسمنا القطعة على جوج، جينا هنا. إذا هنا نسميوها M. إذا المسافة ما بين هنا وهنا متساوية مع بين المسافة ما بين هنا وهنا. و M تسمى منتصف القطعة أب. إذن M تسمى منتصف القطعة أب، هي نقطة كتنتمي للقطعة وكتقسم القطعة على جوج أشطر متساوية. وكنكتبو أن MA تساوي ام بي، يعني المسافة من هنا تساوي المسافة من هنا. قطعتان متقايستان، نقطة قطعتان، فاش كيكون عندنا قطعتان متقايستان. نخدم مثال، عندي قطعة كنرمز لها بهذا الرمز ام بي، عندي قطعة
سي دي. قطعة أ بي، القطعة السيدة متقايستين، إذا كانت المسافة، إذا كانت المسافة ما بين أ و بي، هاد المسافة هادي كتساوي هاد المسافة هادي، ديك الساعات كنقول أ و بي قطعة، دونك نقلها الرمز و سي و دي متقايستان. دونك إذا كان المسافة ما بين أ و بي تساوي المسافة ما بين سي و دي، وكنكتبو أن أ و بي تساوي سي دي. نتمنى يكون الدرس فاتكم، وندوزو الآن للتمارين اللي غنشوف فيها التطبيق ديال المفاهيم اللي شفنا. يلا أنا كنتسناكم متعطلوش.